باعتبار الإدارة التربوية سواء متدربين أو إسناد أو مساكين شاشة القوانين المؤثرة لإطار المتصرف التربوي، وهي اليوم تخرج من المراكز لتناضل من أجل تزويد التكوين وتزويد ظروف اشتغال المدبر التربوي بصفة عامة. أيها المناضلات، أيها المناضلون، إننا في المجلس الوطني لفتئنا أن نتهنا إلى خطورة الاحتقان الذي تعيشه المنظومة التربوية. معكم عبد الحق أبو مالك، رئيس المكتب الجهوي لجمعية مديرات ومديري التعليم الابتدائي بالمغرب، فرع جهة مراكش أسفي. اليوم كما شاهد الجميع، شاهدنا معتصم الثاني، المعتصم الجهوي الثاني الذي شهدته أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وهو المعتصم الثاني في برنامجنا النضالي. وغدا إن شاء الله ما زال البرنامج مستمرا بإضراب شامل وطني للإدارات التربوية. حركاتنا النضالية هذه تأتي مقابل الأذان الصماء للوزارة التي لم تتعامل خلال هذا الشهرين، شهر مارس وشهر أبريل، ولم تقابل هذه النداءات وهذه الاعتصامات بتجاوب وبجلوس الحوار الجاد والمسؤول مع النقابيين، مع الجهات المسؤولة، النقابة الذات التمثيلية، الأكثر تمثيلية. مؤخرا كان هناك رد للسيد الوزير، ولكن مع الأسف لم نلحظ فيه أي تغيير على الخطابات السابقة التي أدلى بها في جميع المناسبات وفي جميع الأماكن. الخطاب يقول المرسومين جاهزين، المرسومين في طور المصادقة، المرسومين سيصدران اليوم، سيصدران غدا، سيصدران الأسبوع المقبل، وهكذا. فحتى الخطاب الأخير مع الأسف لم يتغير هكذا. نتمنى أن يصدر هذا المرسومين في القريب العاجل إن شاء الله، ما دامت الشروط كلها متوفرة، ما دامت كل الفرق، كل الشروط المتوفرة كافة لإصدار هذا المرسومين. نشكر جميع النقابات الداعمة لهذا الملف المطلبي، نشكر جميع الجمعيات التي دعمت نضالنا طيلة هذا الشهرين، نشكر جميع الوسائل الإعلامية التي ساندت وحضرت وواكبت معتصماتنا الإقليمية والجهوية، وعلى رأسها مغرب نيوز. نشكرهم على هذه التغطية الإعلامية، ولنا لقاء إن شاء الله إن لم يصدر المرسومين المنتظرين، سيكون الشطر الثالث من البرنامج النضالي أكثر جرأة وأكثر صعوبة في اتخاذ القرارات، وسيكون إن شاء الله من بين فقراته الاعتصام الوطني بالرباط إن شاء الله. إلى ذلك الحين إن شاء الله نتمنى أن نعود لإداراتنا ومؤسساتنا التعليمية، ونحن نحمل مرسومين، ونحن نحمل كل ما نتمناه تلبية لمطالب الإدارات التربوية، إسنادا مسلكا ومتدربين وجميع الفئات المتضررة. شكرا لتغطيتكم، شكرا على هذه التغطية، ولنا لقاء إن شاء الله في القريب، إن شاء الله في القريب العاجل. متمنياتنا التوفيق للجميع والشكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحيم فتح الله، عضو التنسيقية الجهوية للأطر الإدارية المتدربة. احنا اليوم تنتواجدوا أمام مقر الأكاديمية الجهوية لمهن التربية والتكوين، للتربية والتكوين، مع في إطار النضال الوحدوي مع الجمعيات الثلاث. احنا كأطر إدارية متدربة استشعرنا هشاشة القوانين المؤثرة لمهنة أو لهيئات الإدارة التربوية، بالتالي خرجنا من المراكز لنصدح بأعلى صوتنا على أساس أنه يخرج المراسم المنظمة لإطار المتصرف التربوي، كذلك للإدارة التربوية بشكل عام. بالتالي إحنا كأطر إدارية متدربة
خدنا مجموعه من المحطات النضاليه، كان اخرها المحطه ديال المقاطعات الاستيفاء ديال الاسدوس الاول اللي كانت ناجحه على المستوى الوطني بواحد النسبه ديال 91%. خدنا كذلك مجموعه من الاحتجاجات سواء في المديريه الاقليميه وسواء امام الاكاديميه الجهويه، كذلك امام الوزاره من اجل المطالبه باصدار مرسوم منصف وعادل، كذلك مرسوم اللي تهتم بتنظيم التكوين، بحيث انه الان تنتكونوا في المراكز بدون اي وثيقه رسميه اللي تنظم عمليه التكوين. كذلك هناك مجموعه من المشاكل التي تعانيها الاطر الاداريه المتدربه، على سبيل المثال الان متوقفه التدريب الميدانيه، بالتالي تنطلبوا من هذا المنبر الوزاره الوصيه للاستجابه لكافه المطالب الاداره التربويه من اجل عوده الامور الى مجاريها وعوده التدريب الميدانيه التي يستفيد منها الاطر الاداريه المتدربه. كان هناك مشاكل كذلك على هندسه التكوين، بحيث انه الان تكون في السنه الثانيه في السنه الاولى وباقي ما عرفناش المستقبل ديال السنه الثانيه اللي هي باقي لحد الان غامضه، واش غادي يكون تحمل فعلي عن طريق التعيين او عن طريق التكليف او غادي يكون غير تدريب في احدى المؤسسات التعليميه. بالتالي الامور غير واضحه في غياب نص قانوني واضح من هذا المنبر. اذا نطالب باصدار المراسيم الكافله بتجويد الاطار وبتجويد كذلك هذه الاداره التربويه التي تعتبر كما نقول دائما قطب ورحى المنظومه التعليميه. شكرا لكم.